فرحة الأطفال لا تكتمل إلا بالأرجوحة والألعاب وغيرها من التسالي التي تقدم في عيد الفطر وغيرها من الأعياد، إلا أن الضائقة الاقتصادية هذا العام أرخت بظلالها هنا رغم استكمال كل الاستعدادات لاستقبال فرحة العيد. أبو عزيز يحدثنا، فرحة العيد هذه السنة أبو عزيز يعني صعبة على الأطفال وعليكم تحديدا؟ يعني هي صعبة بس نحن حنحاول، لأنه أنا دائما بقول بيروت بتستاهل أن أولادها ينبسطوا، لأنه بيروت صارت مهمجة، مدينة مهمجة، مدينة محرومة. كان المرجوحة بألف، اليوم تنكت المازوت ب600 ألف وما موجودة. يعني هيدي اللي نحن بعدنا لهلأ ما عارفين شو بدنا نعمل. بس إجي أقول لك الفرحة مثل الأول؟ لا، لأنه هيدا اسمه حرش الفقراء. صدقين منتطلع على تياب الولد، ما بناخد من الولد مثل واحد اتنين، لا، حسب تيابه. ملابس تياب العيد أنت بدك تجيبي له العيد. هذا السوق الشعبي الذي كان يزدحم فيما مضى بزواره وزبائنه بات اليوم خاليا. كنا نسكر للساعة 2-3 بالليل، هلا يا دوب نيجي نفتح بعد الفطور نقعد، يعني يا دوب نبيع قطع قطعتين ثلاثة. لا ما في عيد، لا ما في عيد. الله يساعد، الله يساعدنا ويساعد لبنان كله. ارتفعت أسعار الحلويات في لبنان مقارنة مع العام الماضي أكثر من 250%، إلا أن لعيد الفطر هذا العام خصوصيته والمحافظة على تقاليده واجب بالنسبة للصائمين الذين يتحضرون لاستقبال هذا العيد بمعمول العيد. يعني بنستغني عن اشياء كتير، بنشوف الاشياء ضرورية ضرورية على الآخر يعني، ولو ما عيد يعني واجباتنا ما كنا بناخد حلو يعني. والفرحة عملة صعبة فقدت قيمتها كما فقدت العملة اللبنانية قيمتها الشرائية، إلا أن الأمل يبقى عند اللبنانيين بأن تحل بركة الأعياد في المقبل من الأيام أكثر أماناً وسلاماً على لبنان والعالم أجمع. من العاصمة اللبنانية بيروت، سحر أرناؤوط، الحرة.